مشاهدي الوطنيه الثانيه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. التحيه من ملعب السليمان اين باش يحتضن بعد قليل مباراه الجوله 13، الجوله الاخيره مرحله الذهاب، مباراه مستقبل سليمان والنجم الرياضي بالمتلوي. مباشره الى تصريحات ما قبل المباراه مع زميلنا رمزي القلعي. رمزي الكلماليك، يعطيك الصحة رفقي، يا تحية موصولة لكل أوفياء رياضة على الوطنية الثانية هنا في ملعب سليمان البلدي. مباراة مستقبل الرياضي بسليمان ونجم المتلوي، وأولى الاستجوابات تكون من الفريق الضيف نجم المتلوي ورئيس سي محمد الديناري. مرحبا بك قبل كل شيء في سليمان. مرحبا ويعطيك الصحة، ومرحبا بكل مشاهدي الإذاعة التلفزيون الوطنية اثنين. يعطيك الصحة سي محمد. الحدث في المتلوي طال انتظاره وطالت حلقاته، اتحدث عن المعشب الجديد، ويلتحق بنا ايضا سي وليد جلاد في المباشر رئيس مستقبل سليمان، وكبدينا به بجلناه الضيف ونرجع نحكي على مستقبل سليمان. ضيف مبجل، مرحبا بنجم الرياضي متلوي. احنا ان شاء الله معناتها ديما اهم حاجه هي علاقاتنا في الرياضه، وعلاقاتنا بالجمعيه تكون متميزه. وبالمناسبه نحب نقول كلمه في زميلنا سي عبد السلام السعيداني، اللي اليوم معناتها نلعبوا في كره قدم، مقابلات في كره قدم، وجمعيات مهدد ورؤساء جمعيات مهدد بالسجن، بل مش فقط مهدد. عبد السلام اليوم يقبع في السجن، فما صحيح فما قضاء وفما قانون، لكن زاد فما تعسف في استعمال القانون، وهذا ما نقبلوش به، لانه رئيس جمعيه ميل، رئيس جمعيه ضحى بوقته، ضحى بعائلته، ضحى بفلوسه. هذا وضع كل رؤساء الجمعيات. بالتالي دعوة لسلطة الإشراف كانوا تقف مع الجمعيات، لأنه تقف مع الجمعيات تقف مع رؤساء الجمعيات. وبالمناسبة نطلب من السلطة القضائية، لأن السلطة القضائية رحيمة، بالتالي فما استعمال في تعسف في استعمال القانون مع خونا عبد السلام. واضح يعني تعاطف رؤساء الأندية مع زميلهم، خليني نقوله، لأنه ما حدث لرئيس السيابة يمكن أن يحدث على أي رئيس جمعية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الأندية التونسية. نكمل نحكي معك سي محمد قبل ما نرجع لسي وليد جلال. سي محمد الديناري، قلت الحدث هو المعشب الصناعي الذي أخيرا وصل إلى المتلوي، بدأت عملية وضعه على أرضية الميدان بمساعدة وبمجهود حتى من الجماهير، يعني الجماهير عاونت وتطوعت لإنجاز هذا المعشب. شكرا. اول حاجه نشكر سي وليد على الاستقبال الكبير اللي ولهنا، وهذا مش غريب عليه، ونعرفوا مدينه سليمان من قبل، ستينفيل اكيونت، بارك الله فيه. زاد نضم صوتي لسي وليد، واحنا سي عبد السلام اول حاجه راهو كان ولدنا ولد جمعيتنا، كور في المتلوي، وهو ما فاتي انه يشجع في جمعيتنا ويحب على جمعيتنا. انا نطلب حاجه واحده، مازال عندنا نهار اثنين نجموا ننظروا نظره رحمه اول حاجه لعبد السلام ولعائلته والام اللي هي في حاله صحيه ماهيش باهيه خلاص، ونخلوا عبد السلام يعدي راس العام مع عائلته، وانه الموضوع راهو ما يستاهلش انه عبد السلام يكون في السجن، واحنا واقفين معاه ومتضامنين معاه ومستعدين باش نعملوا اي حاجه في سبيل انه عبد السلام يعدي راس العام كيمنا كل. وان شاء الله هذا ما يصيرش على بقيه رؤساء الجمعيات اليوم مهدين اليوم بالسجن، كسوا بور لارجون ولا المواضيع اخرى، خاطر كل يوم فما تحديات لازم ترفع. خلينا نحكيوا على الانديه نتاعكم توا، لانه الملف طويل برشا، اصرار من زوز رؤساء باش يحكيوا على القضيه هذه، لكن المهم خلينا نحكيوا على الانديه نتاعكم. نجم المتلوي، وحكيت على المعشب اللي وصل الملعب ان شاء الله، توا الاشغال الحثيثه، التابي تحطت توا، قاعدين نحطوا في الرمل وباش نحطوا ليغران ان شاء الله بقدره ربي على النسق اللي ماشيين به. ان شاء الله مرحله الاياب تتلعب في المتلوي، واول مقابله ضد النادي الصفاقسي ان شاء الله نحرصوا باش يكون افتتاح ملعب المتلوي رسميا ضد النادي الصفاقسي في اول مقابله نتاع الاياب ان شاء الله. ونحب نشكر جماهير نجم المتلوي اللي قاعده كل يوم تعاون في المقابل في المقاول، متطوعة بيان سور، وسهره يوميا على اتمام الاشغال في اسرع الاوقات ان شاء الله. سي محمد في كلمتين، الميركاتو باش يتحل، ماهر الجيزاني يحقق في نتائج ايجابيه يعني، ونقله نوعيه معاه مع الفريق، فماشي اسماء باش ربما يتم انتدابها او دي بوست سيبلي. والله الميركاتو باش تحل، كما تعرفوا الميركاتو لازم اول حاجه يكون في السوق فما لاعبين موجودين باش نجموا العرض يكون موجود. قاعدين نتصلوا بعض اللاعبين وقاعدين نحطوا في اسامي باش نخدموا عليها،
بقى نستنوا اوفيسيلمون انه الماركاتو تحل، ما يلزمناش ننسوا زاده انه الماركاتو راهو ما يتعملش بلاش، راهو يتعمل اللي يلزم وتوفر له الاموال، واحنا كيما جمعيات تونس الكل عندنا شويه صعوبات ماليه، لكن احنا قاعدين نسعى باش نوفر على الاقل ما يمكن توفيره على الاقل انتداب 4-5 لاعبين جدد، اذا كان السوق المحلي سيرتو وفرت لنا اللاعبين اللي احنا حاشنا بهم اللي باش يكونوا بالاساس في لاعب في لاك سنترال ولاعب في الوسط وان اتاكون وان جوار كروار ان شاء الله. واضح السوق المحليه ما فيهاش، لكن السوق الاجنبيه يظهر لي مستقبل سليمان توجه نحوها. سي وليد السوق الاجنبيه وحسب ما نعرف في البدايه فما زوز اسماء ونعطيه سكوب هاو لمن يتابعنا على الوطنيه الثانيه، زوز اسماء لاعب غيني صغير في السن بعثوا له باش يجي، وفما هدف كاميروني قد يكون مفاجاه في بطوله هذا الموسم مع مستقبل سليمان، هدف كاميروني قلت سكوب وسبق على التلفزه الوطنيه الثانيه. هو صحيح بعثنا عنا لاعبين نتابعوا فيهم مده، مو تعرفوا في البطولات الافريقيه تو توفى الشامبيونات نتاعهم، قعدنا عنا مده نتابعوا فيهم، خاصة نحن عنا حق في دو زيترونجي نلعبوا بيترونجي واحد برك، دونك خيرنا توجهنا للسوق الأجنبية، وكذلك فما في السوق التونسية إن شاء الله 3-4 أسماء سيبلي قاعدين نتبعوا فيهم من بكري، وإن شاء الله معناتها باش نعزوا رصيد البشري للمستقبل سليمان ب3-4 لاعبين من طراز عالي في نفس مستوى اللاعبين إن شاء الله، هكا نوليو إن شاء الله معناتها قوينا الجروب مع الرصيد الموجود عندنا ثقة فيه مع اللي تعرف فما حتى واحد باش يخرج؟ لا لا تقريبا نكملوا السنة ان شاء الله. ان شاء الله باهية. فقط نختموا يعني الاستجواب هذا تحية لانه تفاعلت هيئة مستقبل سليمان مع المنصة التي وضعوها، منصة جديدة قاعدين يبنيوا فيها، وان شاء الله تكون حاضرة في قادم الاسابيع ان شاء الله. اول مقابلة في الاياب تصبح فما منصة خاصة بالصحفيين. يعطيكم الصحة، شكرا لكما. احيل الكلمة لزميلي رفقي بوستة للتعليق على هذه المباراة، والتحق بك بعد قليل. شكرا رمزي، وجدد التحية لكل مشاهدي الوطنية الثانية. بعد قليل تنطلق مباراة مستقبل سليمان والنجم الرياضي بالمتلوي مباشرة إلى تشكيلتي الفريقين. اليوم أسماء المدرب شاكر مفتاح الأسماء الأساسية في المرمى، واحد سيف الدين المحويشي مع 18 بسام التريكي، 5 حمزة التيفي، 21 أيمن محمود، 20 علاء الويل، 29 خميس المعواني، 25 أسامة بن عياد، 9 رشيد العرفاوي، 10 وليد الظاهري، 30 محمد علي بن حمودة، و4 البنيني التيجاني أنان على بنك البدلاء، حمزة الغانمي كحارس مرمى ثاني معاه ماهر بولابيار، عزيز الشتيوي، رامي بوشنيبة، يسري الزلعوتي، أحمد الفزاني، وإلياس البريني. إلى أسماء المدرب، ماهر الجيزاني الأساسية في المرمى، مروان بريك اليوم حارس مرمى أساسي مكان عبد السلام الحلاوي رقم 27، معاه 7 عاطف المزني، 12 فؤاد التيمومي، 4 محمد علي بن سالم، 15 جون ريتشار الليفواري، 3 مهدي بن سيب، 20 هيثم المحمدي، 23 الجابوني كريس جونيور، 10 عماد المنيوي، 11 المالي ابو بكر ديارا، و18 زياد البكوش على بنك البدلاء. حارس مرمى ثاني ياسين الديناري مع ياسين المجدي، محمد سعيد البهلول، ابو سهمين الليبي، عز الدين المريمي، الليبي اخر في تشكيله نجم المتلوي، محمد الخضيري وبرهان الحكيمي. طاقم تحكيم المباراه اليوم حكم رئيسي سليم بالاخواس، المساعد الاول وليد الحراق، الثاني يوسف الجيمي، الحكم الرابع مجدي بلاغه، ويراقب المباراه السيد مراد الدعمي. نذكر بوضعية الزوز فرق في الترتيب، مستقبل سليمان في المرتبة العاشرة برصيد 11 نقطة مع النادي البنزرتي، منقوص من مباراة ضد الترجي الرياضي، بينما النجم الرياضي بالمتلوي في المرتبة 12 برصيد 9 نقاط مع النادي الرياضي لحمام الأنف. إن شاء الله نشوف مباراة جيدة في أرضية ميدان ملعب سليمان، واكيد كل فريق باحث على تحقيق الانتصار، باحث على 3 نقاط تنضاف لرصيد كل فريق، خاصة مع الأداء الجيد لفريق مستقبل سليمان في الجولات الأخيرة، وأيضا استفاقة نجم المتلوي بعد انتصار على النجم في آخر المباريات. قلت مباراة بإدارة الحكم سليم بالأخواس، ستنطلق رمزي بعد قليل كالعادة. بعض من جماهير المستقبل تحضر المباراة، الداعم الأساسي الرئيسي للنادي هذا الموسم
في ملعب السليمان وأول مواجهة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين المستقبل ونجم المتلوي. نجدد التحية رفقي لكل من التحق بنا الآن في المباشر على الوطنية الثانية في هذه الجولة الأخيرة طبعا في حوار المستقبل الرياضي بسليمان والنجم الرياضي بالمتلوي هنا في الملعب البلدي بسليمان. طبعا تحدثت عن المنصة التي بدأ بناؤها منذ أيام، مشكورين على التفاعل يعني السلطة المحلية البلدية وهيئة المستقبل لبناء منصة صحفيين يعني تستوعب الصحفيين وتكون لائقة حتى على مستوى التصوير التلفزي، تكون الصورة متميزة طبعا على التلفزة الوطنية في انتظار انطلاق المباراة بين المستقبل الرياضي بسليمان والنجم الرياضي بالمتلوي بتحكيم لسليم بالخواص. وذكر أنه بالتوازي مع هذه المباراة تتابعون لقاء نادي الرياضي الصفاقسي وهلال الشبة على الوطنية الأولى في جولة ختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قبل أن تكون الراحة طبعا التي يستعيد فيها الأنفاس اللاعبون، وأيضا الهيئات المديرة تقوم بالانتدابات اللازمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه. دائما في انتظار سافرة الحكم سليم بالأخواس أمامكم على الصورة بعض الأمور التنظيمية قبل بداية المواجهة الأولى تاريخيا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الفريقين بين مستقبل سليمان الساعد حديثا للرابطة الأولى وفريق نجم المتلوي أمامكم على الصورة الأمور التنظيمية قبل بداية المباراة اللي المفروض أنها انطلقت الساعة الثانية، وكما قال رمزي مباراة أخرى إن شاء الله منقولة على الوطنية الأولى مباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين النادي الرياضي الصفاقسي وهلال الشبة. والبارح تابعنا ثلاثة مباريات ضمن دفعة أولى دائما لحساب الجولة الأخيرة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. استمعت للسافرة ولكن يتريث الحكم سليم بالأخواس يطلب ممكن أنه الشبكة مش حاضرة ماهيش جاهزة. رمزي أكيد مثل هذه الأمور ديما نشوفوا فيها واضح في بطولتنا هيك الصورة، ربما تأكد من ذلك سليم بالأخواس أو حتى الاستغراب واضح، ربما فما ثقب في الشبكة وقت اللي ثبتوا المساعدين القاوه وعلى ذلك تم اصلاحه في الصوره واضحه في الابان يعني تم اصلاحه في الابان. تصير المهم ان نتاكد سليم بالخواص من ذلك قبل انطلاق المباراه وانطلاق اللقاء في هذه اللحظات في حوار المستقبل الرياضي بسليمان والنجم الرياضي بالمتلوي. طبعا مباراه هامه للفريقين، نجم المتلوي من اجل مواصله عمليه الانقاذ وفك الارتباط مع نادي حمام الانف زوزي تقاسموا المركز قبل الاخير بتسع نقاط، خصوصا بعد ان تعقدت وضعيه فريق الضاحيه الجنوبيه البارح بهزيمه ضد البقلاوي. يعني نجم المتلوي يريد فك الارتباط والابتعاد عن المركز قبل الاخير ومستقبل سليمان من اجل تاكيد النتائج الايجابيه وتاكيد الصحوه وتاكيد المردود المتميز. هذه كره اولى، التوزيع في القائمه الثاني وبعيده، ضربه مرمى للنجم الرياضي بالمتلوي. هو ضربه المرمى لفريق نجم المتلوي بعد محاوله اولى لفريق مستقبل سليمان. امامكم على الصوره المحاوله كانت من بسام التريكي اللي حب يصوب من بعيد، كرته بعيده مشيت ضربه مرمى، ضربه ال 550 لفريق نجم المتلوي في تنفيذها الحارس مروان بريك اللي اليوم ياخذ مكانه كاساسي مكان عبد السلام الحلاوي اللي كان اقصي في اخر مباراه ضد الترجي الرياضي. الغياب لعبد السلام الحلاوي وحضور مروان بريك كاساسي في مباراه اليوم البديل. كره لخميس المعواني تعود لمستقبل سليمان في الدائرة المركزية للميدان، ياخذها ابو بكر ديارا، هجمة الهيثم المحمدي، الهجمة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي على الرواق اليمين عاطف المزني، وضربة المرمى حاول عاطف المزني الوصول للكرة لكن مشيت بعيدة. ضربة المرمى المرة هذه لفريق مستقبل سليمان للحارس سيف الدين المحويشي المتألق هذا الموسم في صفوف المستقبل. حوار بين أسامة بن عياد وحكم المباراة تسليم بالأخواس في انتظار تنفيذ ضربة المرمى لصالح المستقبل الرياضي بسليمان اللي عنده ثلاث انتصارات زوز تعادلات وست هزائم، بينما
النجم المتلوي زوز انتصارات ثلاثة تعادلات وسبعة هزائم هذا الموسم منذ بداية البطولة، واليوم مسك الختام بالنسبة لزوز فرق الجولة الأخيرة الجولة 13 من مرحلة الذهاب. ضربة المرمى في تنفيذها سيف الدين المحويش، يطلع كريس جينيار، عماد المنياوي مقطوعة من خميس المعواني، البسامة التريكي للتيجيري أنان البنيني يقود الهجمة من اليمين، العرضية كما جاءت من تيجيري أنان، الترويف بامتياز من عاطف المزني يحاول التمرير وترجع لحمزة لطيفي في محور دفاع مستقبل سليمان. تعود الكرة للمستقبل في محور الدفاع، تمشي على الجهة اليمين، بسام التريكي، الظهيرة الأيمن النشيط تمشي لتيجاني أنان، بسام التريكي أرضية الكرة، البحث عن بن حمودة ما وصلتش، رجعت تقصد من نجم المتلوي من جانب هيثم محمدي، والمخالفة للنجم الرياضي بالمتلوي للأحمر والأصفر لفريق المناجم مثل ما تحدث رئيسه منذ قليل سي محمد الدينير الذي أكد أن العشب والملعب سيكون جاهز إن شاء الله مع انطلاق مرحلة الإياب بعد أن تضافرت الجهود ووصل العشب إلى المتلوي، وأيضا بعمل تطوعي من جماهير المتلوي التي ساعدت أعوان البلدية والأعوان المكلفين بتركيز العشب، يعني كل يوم يعاونوا فيهم باش يحضر إن شاء الله ملعب المتلوي يكون جاهز في مرحلة الإياب. هذه كرة خطيرة من تيجاني أنان على الجهة اليمنى، تيجاني أنان يحاول المرور، يحاول يمر لكن تقطع في الجهة المقابلة من جون ريتشارد، تبقى الكرة قبل ما تخرج للتماس تقطع مرة أخرى لنجم رضي بالمتلوي، طويلة مباشرة عماد المنياوي يخذها في الأولى، قاد النجم يسقط لكن سليم بالخواص يقول ولعب، تتقص كرة تمشي أسامة بن عياد، أرضية تعود للوراء، أسامة بن عياد يفتح نحو الجهة اليسرى، تبقى الكرة للمستقبل رضي بسليمان من جانب وليد الظاهري لكن تقطع، والمخالفة للمستقبل رضي بسليمان ولمحمد علي بن حمودة قلب الهجوم، لعب المنتخب الأولمبي لعب المتميز والواعد يعني، والذي تهاطلت عليه العروض عديدة، هي أندية من تونس وحتى من خارج تونس، كان فريق نونت قريب أنه متابع لهذا اللاعب، لكن مثل ما أكد رئيس مستقبل سليمان ربما الانتدابات ستكون موجودة باسمين، واحد من غينيا وهدفنا الكاميرون. هذه كرة خطيرة والحارس موجود، لكن بالنسبة لخروج الملعبية أكد وليد جلاد أنه لا مجال لخروج أي لاعب على الأقل في هذا الميركاتو ربما مع نهاية الموسم. خمسة دقائق أولى في هذا الشوط الأول، دائما التعادل دون أهداف بين مستقبل سليمان والنجم الرياضي بالمتلوي، بداية هادئة بين الفريقين في انتظار ارتفاع نسق المباراة، في انتظار الفرص السانحة للتسجيل إن شاء الله الأهداف تكون حاضرة. كرة من عاطف المازني، الهيثم المحمدي، المخضرم عماد المنياوي قائد النجم في اتجاه زياد البكوش، ديارا بين زوز ملعبية، لا وجود للمخالفة بقرار من سليم بالأخواس، بن حمودة الهجمة السريعة لمستقبل سليمان على الرواق اليمين ورمية التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي بعد الكرة الأخيرة، تبقى الكرة من الجهة اليسرى ودائما الامتلاك المرة هذه لفريق مستقبل سليمان، التماس تمشي البسامة التريكي، الظهير الأيمن في تشكيلة المستقبل الرياضي بسليمان، البحث على المساندة داخل منطقة الجزاء، صعود بالراس، كرة خطيرة تيجاني أنان، تبقى لمستقبل سليمان والمرة هذه المخالفة بإشارة سليم بالأخواس لدفاع النجم المتلوي، في تنفيذها مروان بريك إلى محمد علي سالم على الجهة اليمين، يبدأ الهجمة لفريق نجم المتلوي، كرة بينية في عمق دفاع مستقبل سليمان، أيمن محمود موجود في الكرة الأخيرة، والكرة من زياد البكوش أو فؤاد التيمومي، عماد المنياوي إلى كريس جونيور، جونيور إلى ريتشار الإيفواري، تبقى الهجمة لنجم المتلوي، كرة خطيرة، كرة خطيرة في اتجاه ديارا ويقطعها لعلاء الويل لاعب محور الدفاع، والظهير الايسر لفريق مستقبل سليمان ثابت في الكره الاخيره، وتبقى الكره الثانيه لفريق نجم المتلوي، عاطف المازني على اليمين الى الجونيور، هيثم المحمدي، عماد المنياوي، حوار مع خميس المعويني،
ويتدخل حكم المباراة سليم بلاخواس يمنع المخالفة لفريق نجم المتلوي بعد ما أدركنا الدقيقة الثامنة في هذا الشوط الأول. أمامكم الإعادة والمخالفة رمزي لعماد المنيوي قائد النجم. ثماني دقائق إلى حد الآن في انتظار الأهداف طبعا في هذا الحوار بين مستقبل سليمان والنجم الرياضي بالمتلوي. كما قلت مباراة ختامية لهذه المرحلة الذهاب هذه كرة في منطقة الجزاء والمخالفة ضد لاعب نجم المتلوي ضد لاعب فؤاد التيمومي. واضحة صفيرة سليم بالخواص طبعا حبها دومي فولي ازدواجي هذه عادة الكرة الأخيرة والكرة في منطقة الجزاء والتدخل مع المدافع طبعا مخالفة ضد لاعب نجم المتلوي ترجع كرة لدفاع المستقبل الرياضي بسليمان من أيمن محمود طبعا ثنائي المحور إلى جانب حمزة لطيفي في غياب عزيز بوستة بداعي الإصابة إلى حد الآن. تمشي كرة خميس المعواني وصلها البسام التريكي النشيط على الجهة اليمنى مع تيجانيانان بسام التريكي مرفوع الكرة في منطقة الجزاء طويلة تقطع من محمد علي بن سالم تمشي لعماد المنياوي ثم لكريس جونيور تبقى الكرة لجون ريتشارد أو بوبكر ديارا والمخالفة للاعب هذا أيمن محمود على الصورة والمخالفة لبوبكر ديارا لاعب نجم المتلوي. طبعا هذا أيمن محمود المدافع المعار من الترجي إلى مستقبل سليمان طبعا وقبل الترجي كان في استايد الملعب الرياضي الجيبسي وبطبيعة الحال هذه عادة للكرة الأخيرة في غياب كما قلت عزيز بوستة ثنائي محور الدفاع حمزة لطيفي وأيمن محمود. المخالفة للنجم الرياضي بالمتلوي فؤاد التيمومي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المناسيري التيمومي يلعب كرة يعني قصيرة تمشي طويلة لكن تقطع من تيجانيانان البنيني الخطير القصير المكير وليد الظاهري يفتح نحو خميس المعواني والتدخل من التيمومي أمام المعواني مطالبة بلمسة يد لكن المخالفة وتعود الكرة لنجم المتلوي. النجم المتلوي أضعف خط هجوم في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى جانب اتحاد تطاوين ما سجل إلا 6 أهداف. نجم المتلوي في 12 مباراة تمشي الكرة لأسامة بن عياد مخالفة تنفذ ثنائية بسرعة خميس المعواني بسام التريكي لتيجانيانان على الجهة اليمين توزيع كرة مباشرة للحارس مروان بريك في 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول. دائما غياب الأهداف في حوار مستقبل سليمان ونجم المتلوي. والهجمة المرة هذه لجون ريتشار من جانب النجم الرياضي بالمتلوي كالعادة ياخذ مكانه على اليمين بسام التريكي يقطع الكرة ويربح رمية التماس. واضح انه فريق مستقبل سليمان يركز عملياته الهجومية على الجهة اليمين وين موجود بسام التريكي وامامه البنيني تيجاني انان القادم من الترجي الرياضي. تيجاني انان يلعب الموسم الفارط مع اتحاد بنقردين وقبله مع الاتحاد الرياضي المناسيري. هذا ايمن محمود يبدا الهجمه من محور الدفاع بالراس التمهيد الى محمد علي بن حمود يتدخل محمد علي سالم يخلي الاسبقيه سليم بالاخواس لا وجود للمخالفه والمره هذه يعطي المخالفه لفريق مستقبل سليمان. حوار بين رشيد العرفاوي وسليم بالاخواس هذه الاعاده حوار كان بين محمد علي سالم ومحمد علي بن حمود بين محمد علي نجم المتلوي ومحمد علي مستقبل سليمان والنتيجة ضربة مخالفة بإشارة حكم المباراة في تنفيذها القائد وليد الظاهري مش بعيدة على مرمى مروان بريك الحارس الأساسي في مباراة اليوم وبديل عبد السلام الحلاوي اللي تم إقصاؤه في آخر مباراة ضد الترجي الرياضي. وليد الظاهري أخصائي الكرة الثابتة متوسط الميدان قائد المستقبل في تنفيذ ضربة المخالفة. الظاهري مع علاء الويل رضا الظاهري يتدخل بالأخواس ينبه على الملعبية داخل منطقة الجزاء. الظاهري يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة قريبة من مرمى بريك. الظاهري وقريبة كرة وليد الظاهري بامتياز سدد وليد الظاهري لم تكن بعيدة على مرمى مروان بريك. هذه الإعادة
للتصويبة الأخيرة فوق العارضة، كانت تقريبا من مرمى الحارس مروان بريك، وضربة المرمى لصالح فريق النجم الرياضي بن متلوي. تعود الكرة لمروان بريك حارس نجم المتلوي بالراس في مرة أولى، والكرة في التماس دائما لأبناء المناجم. نجم المتلوي يعني مع صعوبات مادية في الحقيقة تشكو منها عديد الأندية، لكن بدأت النتائج تأتي مع قدوم ماهر الجيزاني في انتظار ربما بعض الانتدابات لتعديل بعض الأمور في فترة الميركاتو التي أذكر يفتتح رسميا يوم 2 جانفي بالنسبة لهذا الموسم. الميركاتو الشتوي يوم 2 جانفي لغاية 31 من جانفي بطبيعة الحال، من أجل أن تعدل الفرق يعني ما يمكن تعديله على مستوى المراكز التي تشكو منها نقص. ننتظر سنف لعب بعد إصابة حارس نجم المتلوي مروان بريك. حكيت على نجم المتلوي، قلت يعني أضعف خط هجوم إلى جانب فريق اتحاد تطاوين، ما سجل إلا 6 أهداف في 12 مباراة، يعني ربح 2 مباريات، تعادل 3 مرات، خسر 7 مرات، خط هجوم وسجل 6 فقط، والدفاع قبل 13 هدف. يتقاسم المركز قبل الأخير مع النادي الرياضي لحمام الأنف ب9 نقاط لكل فريق. بالنسبة لمستقبل سليمان مركز 10 ب11 مباراة، تنقص مباراة مؤجلة باش يلعبها ضد الترجي إن شاء الله يوم 5 جانفي رسميا، وستكون في ملعب رادس. مستقبل سليمان هو الذي يستضيف، لكنه سيستضيف الترجي في ملعب رادس يوم 5 جانفي ماضي ساعتين. هذه إعادة للكرة الأخيرة وإصابة حارس المرمى مروان بريك، جابش يضرب الكرة ربما زلق هذيك الإصابة التي حتمت إيقاف اللعب. وتعود الكرة كما قلت وحكيت على مستقبل سليمان، هذه كرة من خميس المعواني غطي على كورته في منطقة الجزاء، خميس المعواني يرجعها ويربح المخالفة، يربح المخالفة. قلت مستقبل سليمان سيستضيف الترجي في مباراة مؤجلة يوم 5 جانفي ماضي ساعتين في ملعب رادس، من أجل ضمان ربما مداخيل أفضل، لأنه ملعب سليمان لا يسمح إلا بدخول 700 متفرج. مستقبل سليمان مركز 10 في 11 مباراة، ربح 3، تعادل مرتين، خسر 6 مرات، سجل 13 وقبل 15، ويتقاسم المركز العاشر مع النادي الرياضي البنزرتي ب11 نقطة لكل فريق. ونحن أدركنا الدقيقة 15، ربع ساعة في هذا الشوط الأول، دائما ننتظر الأهداف في هذا الحوار في ملعب سليمان. ويعود مروان بريك للمرمى بعد إصابة خفيفة، وشفنا ياسين الديناري الحارس الفين اليوم كان يقوم بالحركات الحماية، لكن يبقى ثابت في مكانه حارس مرمى النجم الرياضي بن متلوي. هذه هجمة لفريق مستقبل سليمان، كرة لوليد الظاهري، تبادل الكرات، محاولة التوزيع لكن مقطوعة من كريس جونيور، مرة أولى ثانية للجابوني. هجمة لمستقبل سليمان داخل منطقة الجزاء، سقوط لاعب من المستقبل، يقول لا وجود لمخالفة. سليم بالأخواس والهجمة السريعة، عماد المنياوي ديارا تصويبة وممتاز المحواشي، صوب أبو بكر ديارا بعد تمريرة من عماد المنياوي، تصويبة قوية وفي المكان المناسب. الحارس المتألق هذا الموسم سيف الدين المحواشي، وهذه الإعادة تصويبة أرضية قوية من المالي ديارا، والهجمة تبقى لنجم المتلوي. يتدخل حمزة التيفي بامتياز، لعب محور الدفاع، وريدة الظاهري في اتجاه رشيد العرفاوي، عنده الكرة رشيد العرفاوي، التصويبة قبل ما تخرج ركنية، لا ركنية رغم المحاولة، حب يتفادى ضربة الركنية الحارس مروان بريك، ولكن الركنية موجودة لفريق نجم المستقبل سليمان بعد تدخل حارس مرمى النجم الرياضي بن متلوي. هذه الإعادة لتصويبة رشيد العرفاوي اللي حاول يتسدلها الحارس، كرة بمخالفة وضربة ركنية، وليد الظاهري يطلع محمد علي سالم. عديدة هي الحوارات الفضائية منذ بداية المباراة، وشفنا صراع في كل مرة بين محمد علي بن حمودة ومحمد علي سالم، بين مهاجم مستقبل سليمان ومدافع النجم الرياضي بن متلوي. والمرة هذه الكرة ستعود بمخالفة
لصالح النجم الرياضي بن متلوي. شفنا تصويبة من ديارة، بدينا نشوفه في بعض المحاولات الهجومية في انتظار الفرص الواضحة السالحة للتسجيل. عماد المنياوي نشيط منذ بداية المباراة، منذ قليل كانت المطالبة بضربة جزاء من فريق مستقبل سليمان. شاهدنا كل الصور الخاصة بالمباراة إلى حد الآن. هذه كرة لريتشارد جون الإيفوري داخل منطقة الجزاء. الباكوش الباحث عن مساندة يبدل على اليمين، ولكن مقطوعة من علاء الويل في 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. بدا رمزي يرتفع نوعا ما، نسق المباراة بالفعل. يعني فرص من هذا الجانب وذاك، ونجم المتلوي جالس سليمان لكي لا يكتفي بالدفاع، يعني قاعد يحاول، قاعد يبحث أيضا عن ثلاثة نقاط وحوار واعد وشيق إلى حد الآن لا تنقصه ولا الأهداف. هذه كرة من عماد المنياوي مرفوعة على الكرة، الترويض في مرة أولى من جانب جون ريتشارد، لكن معه بسام التريكي والمخالفة. سليم بالخواص يقول ضد جون ريتشارد على الصورة في الكرة الأخيرة، ستعود لدفاع مستقبل سليمان. والحمزة لطيفي هذه عادة للكرة الأخيرة، التوزيع روض بصدر في الأولى، حب يراوغ في الثانية، ثم في التدخل هذه الكرة الأولى، ثم الحوار الثاني والمخالفة ضد ريتشارد ولصالح بسام التريكي. تعود الكرة خميس المعواني تمشي لي بلمسة واحدة، حمزة لطيفي، أسامة بن عياد وليد الظاهري الكابيتان اليوم نلقاه أساسي، يعني شكر مفتاح يعرف كيف، يعني على حسب كل مباراة عندها تشكيلتها، كل مباراة عندها تكتيكها، كل مباراة عندها ملعبيتها. هذا بسام التريكي على الجهة اليمين يحاول المرور، بسام التريكي، لكن ريتشارد متفطن، يعني ريتشارد قال له هذه بتلك، يعني في الكرة الأولى لم يمر ريتشارد في الهجوم، وفي الكرة الثانية لم يترك بسام التريكي يمر، لكن ستعود الكرة ركنية لوليد الظاهري الكابيتان. وقلت غاب عن بعض المباريات، موجود في هذه المباراة، وكما قلت كل مباراة عندها حقيقتها، وشكر مفتاح بصمته واضحة في فريق مستقبل سليمان. ستعود الكرة ركنية مرفوعة الكرة بالرأس في الأولى والثانية والثالثة، والدفاع ينقذ الموقف رغم المطالب ربما بضرب الجزاء. التسديدة من تيجان يانان ترجع من دفاع نجم المتلوي، مخطى الكرة الأولى والثانية، يعود الهجوم لأبناء المناجم بالإكستيريور دو بي طويلة لشكون؟ مباشرة لأسامة بن عياد، تيجان يانان يراوغ أنان، يفتح الكرة نحو علاء الويل، علاء الويل على الجهة اليسار، علاء الويل ينتظر المساندة، التسديدة، حاول التسديدة، وصلت كرة للظاهري مرفوعة أرضية الكرة الأخيرة. كان ربما يعتقد أنه في موقع تسلل، بالتأكيد سنعيد المشاهدة. بالنسبة لوليد الظاهري كانت هي تسديدة أو توزيعة، إعادة كرة علاء الويل استلمها وليد الظاهري في موقع يعني سليم، لكن العرضية متاعه كانت عرضية سهلة في دين الحارس مروان بريك، ترجع كرة، وهذه إعادة للمطالبة بضربة جزاء في هذا الحوار بين بن حمودة وأيضا اللاعب فؤاد التيمومي. يرى أنها كرة برات ضربت في وجه الملاعب، ظاهرة الكرة الأخيرة، وسليم بالخواص إلى حد الآن متفطن لكل الكرات. تعود الكرة عماد المنياوي قيدوم نجم المتلوي، اللاعب الخلوق المنضبط والمتميز، تمشي كرة جون ريتشارد الكرة أرضية تبقى لنجم المتلوي، حاول المرور، تعود زيمبال وتسديدة بعيدة كرة تسديدة الأخيرة من جانب حامل قميص رقم 20 على الصورة هيثم المحمدي، تسديدة فوق مرمى الحارس سيف الدين المحويشي، هذه عادة الكرة رفقي بعيدة ربما ينتظرها في حمام الأنف هذه الكرة لأنها بعيدة جدا عن مرمى الحارس سيف المحويشي. في توقيت 21 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما ننتظر الأهداف في هذا الحوار المفتوح إلى حد الآن. والكرة المحمد علي بن حمودة تدخل والتغطية من محمد علي سالم سهلة للحارس مروان بريك، قلت يرتفع، نسق المباراة محاولة بمحاولة هجمة بهجمة في انتظار الأهداف في مباراة اليوم. كرة في اتجاه مبكر ديارة تبقى لفريق نجم المتلوي، البحث ممكن على المنياوي والمخالفة بإشارة الحكم سليم بالأخواس لصالح دفاع مستقبل سليمان، يمشي لتنفيذها أيمن محمود قصيرة مع حمزة لطيفي، الاستلام من خميس المعواني، العودة لحمزة لطيفي في محور الدفاع، تمريرة قصيرة
مع أيمن محمود وأسامة بن عياد، البحث عن مساندة رشيد العرفاوي في اتجاه أنان، هو مقطوعة من فؤاد التيمومي. تبقى الهجمة على الجهة اليمين من جانب مستقبل سليمان، ما ثماش مخالفة. الهجمة السريعة كريس جينيور، هيثم المحمدي على الجهة اليسار جون ريتشارد، والمخالفة جون ريتشارد الظهير الرئيسي في تشكيلة نجم المتلوي مش مقصر إلى حد الآن، سواء دفاعيا أو هجوميا. وقاعدين نلاحظوا كما قلنا مع بداية المباراة التركيز على الجهة اليمين من جانب مستقبل سليمان، وين موجود بسام التريكي وأيضا التيجاني أنان. وهذه الصورة والإعادة لضربة المخالفة لفريق نجم المتلوي في تنفيذها. فؤاد التيمومي، كرة طويلة لديارا مع التيف، الكرة الثانية هيثم المحمدي، البكوش ريتشارد، الشعب ريتشارد يحاول المرور لكن مقطوعة من خميس المعواني. وحاولت عكس الهجمة ثابت محمد علي سالم، قصيرة مع فؤاد التيمومي، هو وليد الظهري تضرب فيها الكرة، هو التماس لفريق نجم المتلوي. عديدة هي الثنائيات الصراعات في وسط الميدان بين لاعبي الفريقين. العرفاوي كما جات، بن حمودة موجود في موقع عن التسلل، واضحة إشارة المساعد الأول، الراية مرفوعة من وليد الحراق مساعد أول مباراة اليوم. والمخالفة ستعود لدفاع نجم المتلوي في تنفيذها. فؤاد التيمومي، واضحة واضحة المخالفة للتسلل. محمد علي بن حمودة كان موجود في موقع التسلل. مشكورين كل الزملاء، كل الصور الخاصة بمباراة اليوم. كرة في اتجاه تيجاني أنان، يعمل مراوغة، ينجح ما ينجحش تيجاني أنان، يعمل الضغط ويرتكب المخالفة على مدافع النجم الرياضي بالمتلوي، واحد من بين الأسماء البارزة هذا الموسم في تشكيلة المستقبل. هذه الإعادة، حاول المرور وفؤاد التيمومي يتحصل ويربح ضربة المخالفة لفريق نجم المتلوي. كرة طويلة في اتجاه ديارا، حواره مع خميس المعواني، وريد الظهري، ما فماش مخالفة للمرة هذه موجودة قريب من اللقطة، قريب من العملية، يمنح المخالفة بالأخواس لفريق مستقبل سليمان. كالعادة قاعد يقلق برشا محمد علي حمودة في دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. المخالفة للمستقبل تقريبا 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. رمزي دائما التعادل دون أهداف، قد يأتي الحل على كرة ثابتة في هذه المباراة. مخالفة قد تأتي بالجديد رفقي، تنفذ كرة بالراس، اي 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 بن حمودة، بن حمودة القناص الماهر بارتماء راسية رشيقة وأنيقة في مرمى الحارس مروان بريك. المخالفة قلنا قد تأتي بالجديد، وجاء الجديد برأسية محمد علي بن حمودة هداف مستقبل سليمان. إعادة للكرة مرفوعة بالمليمتر من علي الويل، والارتماء من جانب محمد علي بن حمودة في مرمى مروان بريك تأتي بالجديد، والهدف المباراة لمستقبل سليمان في الدقيقة 26 من كرة ثابتة أحكم تنفيذها علي الويل وأحكم تسجيلها محمد علي بن حمودة. 1-0، تتغير المعطيات مع ابتسامة من عبد الحميد الكنزاري اللاعب السابق للترجي ولمستقبل سليمان، والمتابع الوفي للمستقبل دائما في مبارياته في سليمان. تحية لي طبعا، وتحية لكل من عاصره من جيل عبد الحميد الكنزاري. تتغير المعطيات رفقي بهدف مقابل صفر، وهدف ربما سيعطي منعرج آخر للمباراة بما أنه نجم المتلاوي سيحاول العودة في اللقاء. ومحمد علي بن حمودة يرفع رصيده الخمس أهداف كهداف فريق مستقبل سليمان. الحقيقة إمكانيات كبيرة للاعب المنتخب الأولمبي محمد علي بن حمودة، سجل هدف ولا أروع بارتماء رأسية استقرت في شباك مروان بريك. كيف ستكون ردة فعل الضيوف أبناء ماهر الكيزاني اللي يربح رمية التماس بعد تدخل أيمن محمود أو ضربة مخالفة؟ لا تماس، خليها العاطف المزني لزياد البكوش، ممكن تماس
طويلة داخل منطقة الجزاء يمشي لتنفيذها زياد البكوش مع سعود أبو بكر الديراء أيضا عماد المنيوي كرة داخل منطقة الجزاء التيمومي بسام التريكي بلمسة يبعد الخطر على مرماه على مرمى سيف الدين المحوشي والمخالفة المرة هذه لفريق نجم المتلوي مش بعيدة على مرمى سيف الدين المحوشي نذكر لكل من يتابع الوطنية الثانية دائما راس بقية لفريق مستقبل سليمان هدف دون مقابل هدف الدقيقة 26 عن طريق محمد علي بن حمود شاهدنا مهر الجيزاني أكيد يريد الحل يريد البحث عن الحلول للعودة في المباراة بينما شاكر مفتاح حالفه النجاح إلى حد الآن تكتيكيا ناجح هو الدليل أسبقية إلى حد الآن واحد بلاش لفريق مستقبل سليمان هيثم المحمدي في التنفيذ ضربة مخالفة هيثم المحمدي صاحب آخر هدف لفريق نجم المتلوي أمام الترجي هيثم المحمدي داخل منطقة الجزاء وأيمن محمود يحط الكرة في الركنية كانت تخطيرة على مرمى سيف الدين المحوشي وهذه الإعادة هيثم المحمدي يوزع وأيمن محمود يواصل الصمود في محور الدفاع يضع الكرة في الركنية ونفس اللاعب هيثم المحمدي يمشي لتنفيذ ضربة الركنية هيثم المحمدي في التنفيذ ضغط من جانب النجم في هذه الدقائق بالرأس يحاول ديرا مقطوعة من دفاع مستقبل سليمان إصرار صمود وثبات من جانب دفاع المستقبل كيد المستقبل أيضا يريد الحفاظ على الأسبقية الآنية على الأسبقية الحاصلة منذ دقيقة 26 بفضل هدف محمد علي حمود التيجيريانان هجمة سريعة لفريق مستقبل سليمان ويتدخل كريس جينيور ويرتكب المخالفة على تيجيريانان مخالفة لفريق مستقبل سليمان تقريبا 30 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول أسبقية المستقبل أمام النجم هدف دون مقابل طبعا ردة فعل ستكون من نجم المتلوي الطامح على الأقل العودة بنقطة من ملعب سليماني أن وضعيته أصعب من وضعية الفريق المحلي كما قلت يتقاسم المركز قبل الأخير مع النادي الرياضي لحمام الأنف بتسع نقاط لكل فريق نادي حمام الأنف الذي نازم أمس ضد البقلاوة بثنائية نظيفة وبالتالي نجم المتلوي لا يريد العودة إلى المتلوي بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها على الأقل يريد العودة بنقطة هذا الكرة من بسام التريكي التريكي يلعب مع تيجانيانان هنان يفسخ زوز تبقى عنده الكرة البنيني المهاري تيجانيانان يبحث طويل الكرة ما فهموش التريكي مرت خارج الميدان ضربة مرمى للحارس مروان بريك على صورة تيجانيانان وجد توازنه مع مستقبل سليمان وإحدى الورقات الرابحة التي يستعملها دائما المدرب شاكر مفتاح تمشي كرة للنجم الرياضي المتلوي من محمد علي بن سالم محمد علي بن سالم أمام وليد الظاهري بن سالم أرضية الكرة الأخيرة لجون ريتشارد تبقى الكرة كريس جونيور والمخالفة لنجم المتلوي محمد علي بن سالم في التنفيذ ظهير الأيمن محمد علي بن سالم ويطلب الكرة عماد المنيوي طبعا في العمق كابيتانو نجم المتلوي مع محاصرة من حمزة لطيفي محمد علي بن سالم في انتظار طلب الكرة طويلة الكرة الأخيرة البحث عن لاعب زيد البكوش لكن تفتح ميس المعواني يحاول يمر لكن تتقسله من تيمومي فؤاد التيمومي التيمومي أرضية للمنياوي تمشي لريتشارد جون ريتشارد لزيد البكوش يرجع بالكرة فؤاد التيمومي طويلة كرة التيمومي ما وصلتش لعماد المنيوي تتقسم من خميس المعواني واحد اثنين مع اللاعب تيجانيانان ثم توصل الظاهري تبقى الكرة وليد الظاهري فما تسلل عودة من التسلل ضد لاعب مستقبل سليمان وليد الظاهري بإشارة من سليم طبعا من سليم بولخواس في الكرة الأخيرة طويلة للكرة ما وصلتش للمنياوي تتقص من جانب بسام التريكي ثم تيجانيانان أنان مع خميس المعواني محمد علي بن حمودة يرجعها لخميس المعواني ثم تمشي لأسامة بن عياد يفتح نحو المعواني أسامة بن عياد يعود بالكرة للوراء لبسام التريكي ثم حمزة لطيفي ثم أيمن محمود مع تفاعل جماهير
ملعب سليمان كما قلت طاقة الاستيعاب محدودة جدا، 700 محب فقط. على ذاك النداء يعني موجود من أجل أن تكون مدرجات في قيمة فريق يلعب في الرابطة الأولى. بدأت تتحسن الأمور على مستوى الأرضية، على مستوى السياج يعني وأيضا المدرجات فقط بقيت منقوصة، حتى على مستوى منصة صحفيين قلت في طور البناء حتى تكون للملعب منصة في قيمة فريق يلعب في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هذه كرة ترجع من حمزة الكيفي، حمزة التيفي طويل البحث عن بسام التريكي من أجل اليمنى، لكن متفطن التيمومي في قطع الكرة وصل لجون ريتشارد، ثم كريس جونيور يعود بالكرة للوراء في محور دفاع نجم المتلوي محمد علي بن سالم بلمسة واحدة مع اللاعب حيثم المحمدي، ترجع كرة لفؤاد التيمومي ونجم المتلوي حائر إلى حد الآن يبحث عن الحلول مع الدقيقة 33 في هذا الشوط الأول. دائما غياب الأهداف في حوار مستقبل سليمان ونجم المتلوي، والكرة في محور دفاع نجم المتلوي وكالعادة القناص أمام كل الكرات. محمد علي بن حمودة هو المخالفة بإشارة سليم بالأخواس لفريق مستقبل سليمان. آخر الدقائق بالنسبة للشوط الأول، هذه الإعادة، كرة أولى لمحمد علي بن حمودة ثم تدخل فين من هيثم المحمدي ويعلن ضربة المخالفة سليم بالأخواس لمستقبل سليمان. يمشي لتنفيذ كل المخالفات وليد الظاهري، دائما أسبقية مستقبل سليمان أمام نجم المتلوي واحد بلاش. هدف محمد علي بن حمودة دقيقة 26 في هذا الشوط الأول في انتظار تنفيذ ضربة المخالفة لوليد الظاهري. حوار بين سليم بالأخواس ولاعبي الفريقين داخل منطقة الجزاء. وليد الظاهري، الظاهري المرة هذه بعيدة، كورة وليد الظاهري دون عنوان خارج أرضية الميدان، ضربة مرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. أكيد حوار، هذه الإعادة الكرة بعيدة، حوار أيضا تكتيكي بين المدربين شاكر مفتاح وماهر الجيزاني. كرة لزياد البكوش مع خميس المعويني وضربة المخالفة بسرعة لفريق نجم المتلوي. هيثم المحمدي، التمرير لديارا، ديارا لهيثم المحمدي مقطوعة من علاء الويل. كرة ثانية لكريس جونيور القابوني، ممتازة بلقطة فنية الهيثم المحمدي، البحث على إيجاد الحلول الثغرات للوصول للمرمى. سيف الدين المحويشي، هذا هدف من لاعبية النجم الرياضي بالمتلوي. كرة من عماد المنياوي، جار ريتشار ممتاز ياخذ كرة ريتشار. التمريرة كانت في اتجاه زياد البكوش لكن أسبق سيف الدين المحويشي. أمامكم على الصورة الظهير الأيسر جار ريتشارد، مرة أولى كرة ثانية وأقرب لسيف الدين المحويشي. كرة لصاحب الهدف محمد علي بن حمودة، لمسة اليد والمخالفة لفريق نجم المتلوي. هيثم المحمدي يعود إلى حارس مرماه، ضغط في الدقائق الأخيرة، امتلاك الكرة أكثر لفريق نجم المتلوي، لكن فريق مستقبل سليمان يشكل في الخطورة بفضل سرعة بعض اللاعبين كما تيجين يانان، محمد علي بن حمودة وأيضا رشيد العرفاوي. هذا بن حمودة يحاول المرور وما ثماش مخالفة، ياخذ الكرة خميس المعويني، والمخالفة المرة هذه لفريق نجم المتلوي بعد تدخل خميس المعويني. أمامكم على الصورة والإعادة، الحوار بين التيمومي وبن حمودة، الكرة الأولى الثانية والمخالفة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي بسرعة تنفيذ لفريق نجم المتلوي. تيمومي لكريس جينيار مقطوعة من خميس المعواني، أسبق على الكرة، الكرة لرشيد العرفاوي بالرأس، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وممتاز مروان إبريك. الكرة الثانية ومقطوعة، هو المخالفة لفريق نجم المتلوي. مستقبل سليمان كان قريب من إضافة الهدف الثاني، والهجمة السريعة المنياوي ديارا والمخالفة لأبو بكر ديارا في توقيت تقريبا 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. باقي تقدم نجم المتلوي
أمام المستقبل هدف دون مقابل. هدف محمد علي بن حمود إلى حد الآن يمنح التقدم الآن لمستقبل سليمان أمام رغبة من نجم المتلوي في العودة في المباراة كما قلت على الأقل بنقطة تجعله يفك الارتباط مع نادي حمام الأنف في المركز قبل الأخير. الذي عاد الكرة خميس المعواني الأرضية والتصدي على طريقة حراس كرة اليد مروان بريك ينقذ الموقف هذه المرة في العملية الأخيرة. تمشي الكرة لنجم المتلوي من الجهة اليمنى محاولة التوزيع لكن موجود علي الويل يقطع الكرة. تمشي وليد الظاهري والمحاولة من هيثم المحمدي وليد الظاهري والمخالفة سليم بالخواص يمنحها لكابيتان نجم المتلوي الملقى على أرضية الميدان في العملية الأخيرة. يعني وليد الظاهري لعب الخبرة هذه عاد الكرة الأخيرة وكان تدخل مع عطف المازني. هذه الكرة الأخيرة والتدخل كان من وليد الظاهري هو اللي مشى لساق عطف المازني. تدخل خطير نسبيا لأنه واضح التدخل متاع وليد الظاهري على عطف المازني على ذاك يعني الإطار الطبي والطاقم الطبي يدخل لإسعاف عطف المازني. مادام نحكينا على نجم المتلوي طبعا كما قلنا مع الهبة الجماهيرية بإعانة الهيئة يعني على مستوى تركيز أرضية الميدان أيضا تطوع الأحباء لطلاء الملعب المتلوي بادرة تذكر فتشكر بالنسبة لأحباء نجم المتلوي. والبارح أيضا تم الاحتفال بعيد ميلاد عز الدين مريمي وأيضا بوبكر زوز ملعبية في مقر إقامة نجم المتلوي. وأيضا الأحباء في الحصة التدريبية الأخيرة قاموا ب يعني بحفل استقبال لطيف بالنسبة للملعبية يعني لمزيد دفعهم بالعطاء والخروج من عنق الزجاجة ومن أسفل الترتيب لأن النجم المتلوي عاش بداية موسم صعبة وصعبة جدا ولم تتحسن النتائج إلا في الجولات الأخيرة. هذا بالنسبة لنجم المناجم لكن في الجهة المقابلة مستقبل سليمان الأمور على العال خصوصا على مستوى الأمور المادية. وحكينا حتى مع رئيس النادي والبعض من اللاعبين يعني يأكدوا أنه مستقبل سليمان من الفرق القليلة اللي قاعدين يخلصوا ملعبيته ما فماش مشكل متاع عدم خلاص أجور أو منح بشعار مستقبل سليمان على قدر كسائي أمد رجلي يعني ما يقومش بإبرام عقود بأموال خيالية ثم يخلي الملاعبية يشكي ولا فقط الإطار الفني أو الإطار الإداري الهيئة المديرة يعني تفي بالتزاماتها وبالنسبة للمنح وبالنسبة للأجور على قدر ميزانيتها ومن الفرق القليلة كما قلت اللي فيها استقرار مالي وإداري. بالنسبة للفريق صاعد من الرابطة الثانية هذا ما نجمو كان نشكروه بالنسبة لهذا الفريق أمام أزمة سيولة خلينا نقوله في الأندية التونسية الكل التي تعاني رفقي كل الفرق تقريبا باستثناء البعض الذي لا يعد على أصابع اليد الواحدة كلها تعاني على مستوى الأموال وعلى مستوى الشيكات والصكوك التي تخرج من الهيئات المديرة ثم لا تعود إلا وهي خاوية ولا وتتسبب في عديد المشاكل وآخرها ما حصل لرئيس النادي رضي البنزرتي عبد السلام السعيدان. إن شاء الله الأزمة تمر على مختلف الأندية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وهذه كرة نعود للمباراة دون عنوان كرة عماد المنيوي بعد توقف اللعب في الإعادة. الحوار كان بين أيمن محمود وعماد المنيوي وسليم بالأخواس راح المخالفة لعماد المنيوي وشفنا الاعتراض واضح على قائد النجم الرياضي بن متلوي عماد المنيوي. الدقائق الأخيرة في هذا الشوط الأول نذكر دائما الأسبقية لفريق مستقبل سليمان هدف دون مقابل. بسام تريك فؤاد التيمومي يسقط التيمومي دون المخالفة لفريق نجم المتلوي. تيمومي داخل منطقة الجزاء هو مقطوعة من بسام تريك. الكرة الثانية جون ريتشار أسامة بن عياد ياخذ الكرة يقتنصها يبعد الخطر على مناطق جزاء فريق مستقبل سليمان البحث على الهجمة السريعة. هذا الأسلوب اللي أصبح لمستقبل سليمان. وليد الظاهري داخل منطقة الجزاء الظاهري وثم لمسة يد مخالفة لدفاع نجم المتلوي. بسرعة تتنفذ المخالفة كرة على اليسار فؤاد التيمومي
الهجمة السريعة إلى ديارة، ديارة بين زوج ملاعبي يعمل مراوغة أولى ثانية غير ناجحة، ويرجع لضربة المخالفة سليم بن أخواس. ماهوش راضي بسام التريكي على قرار حكم المباراة، هذه الإعادة رجع سليم بن أخواس للمخالفة الأولى، هي منحها لفريق نجم المتلوي. يرتفع نسق المباراة في آخر الدقائق هجمة بهجمة، نجم المتلوي يضغط ولكن مستقبل سليمان خطير عندما يستعمل الهجمات السريعة. هيثم المحمدي داخل منطقة الجزاء، المعوال سالم التصويبة وثم مخالف قبل ما توصل الكرة لزيادة البكوش، تدخل محمد علي سالم على مدافع فريق مستقبل سليمان، والمخالفة هذه الإعادة كانت بين بسام التريكي ومحمد علي سالم. بسام التريكي يقوم سلامات لاعب مستقبل سليمان ابن الملعب النابلي، عرفناه مع فريق سكك الحديدة الصفاقسي ويلعب هذا الموسم في تشكيلة المستقبل. هذه هجمة خطيرة لفريق نجم المتلوي، كرة في اتجاه ديارة البحث عن مساندة، يلقى الحل على اليمين العاطف المازني، العرضية الكرة الثانية ديارة للمنيوي داخل منطقة الجزاء، حاول المرور لكن مقطوعة، والهجمة السريعة اللي تحدثت عليها المرتدات أسلوب فريق مستقبل سليمان مع نهاية المباراة، وخاصة بعد تسجيله لهدف الأسبقية. الضغط واضح من فريق نجم المتلوي ولكن الخطورة موجودة بفضل سرعة وليد الظاهري العرفاوي بن حمودة واتجاني أنان من جانب مستقبل سليمان. ومرة أخرى الحوار والمخالفات في هذه المباراة، التماس المرة هذه لفريق نجم المتلوي زياد البكوش المنيوي قبل ما تخرج رمية التماس، حوار بين وبين البكوش بسام التريكي، العماد المنيوي الترويض، التمرير الهيثم المحمدي، ثم على اليمين عاطف المازني يستلم الكرة قبله علاء الويل، وخط الكرة الثانية تمشي لمحمد علي سالم. يحاول فريق نجم المتلوي إيجاد الحلول في آخر لحظات الفترة الأولى. محمد علي سالم ديارة حب واحد اثنين خذوا هات، لكن مقطوعة مرة أخرى من دفاع فريق مستقبل سليمان. تقريبا 45 دقيقة وهذه كرة بن حمود، يطلع مروان بريك مطالبة بلمسة يد، ما هو القرار؟ الحمراء في وجه الحارس مروان بريك حارس مرمى النجم الرياضي بالمتلوي. حوار مع سليم بالأخواس غادر منطقة الجزاء، كان في حوار مع محمد علي بن حمودة، ممكن استعمل اليد في انتظار التأكيد من العرض الباطي الريبلاي بعد قليل. هذه الإعادة بن حمودة مع مروان بريك واضحة، رمزي لمسة اليد والقرار إقصاء حل حارس مروان بريك حارس مرمى نجم المتلوي بعد أن أقصي الحارس الأساسي عبد السلام الحلاوي ضد الترجي. إقصاء لحارس يعوضه اليوم مروان بريك حارس مرمى نجم المتلوي. والحارس الثالث سيكون في الموعد ياسين الديناري بعد قليل، دقيقة وقت بديل حسب الشارة طبعا واللوحة، في انتظار أنه يقوم بالتغيير. بطبيعة الحال الدقيقة سنتجاوزها بالنسبة لهذه هذا الشوط الأول وهذه الفترة الأولى. كانت لقطة واضحة، ربما مروان بريك فقدت يعني الملاحظة نتاعه مع سليم بالأخواس، ربما كان يعتقد أنه راه مدافع، كي يبدأ فما مدافع مغطي على الحارس ما تكونش ورقة حمراء، تكون بطاقة صفراء، لكن مروان بريك كان هو آخر مدافع. هذه عادة الكرة الأخيرة الرأسية، رفع الكرة من جانب بن حمودة بذكاء كبير، ومروان بريك باليد وما فما وراه حتى مدافع للتغطية على ذكاء الحمراء. مباشرة هو القرار الصائب من سليم بالأخواس والذي لم يحتج عليه كثيرا اللاعب فريق نجم المتلوي. الحارس الثاني أو الثالث هو بالطبيعة يقوم بالحركات، ياسين الديناري سيأخذ مكانه بعد قليل، سيخرج لاعب ويدخل الحارس البديل في انتظار أنه يغادر أيضا الحارس مروان بريك الميدان. تتعقد أكثر وضعية نجم المتلوي مع أواخر هذا الشوط الأول، والأمور تتبعثر كما قلنا. إقصاء سيزيد الطين بلة بالنسبة لمهر الجيزاني، يغادر حامل قميص رقم 3
مهدي بن صيب يغادر تشكيلة نجم المتلوي وسيأخذ مكانه الحارس الثاني ياسين الديناري، وسيبقى نجم المتلوي يعاني ما تبقى من هذا الشوط الأول وفي الفترة الثانية في انتظار تنفيذ هذه المخالفة التي قد تأتي أيضا بالجديد في الوقت البديل بالنسبة لمستقبل سليمان، مثل ما كانت الكرة التي جاء منها الهدف الأول بإمضاء محمد علي بن حمودة وبمخالفة أحكم تنفيذها علاء الويل. وأتركها لك رفقي هذه المخالفة الأخيرة في هذا الشوط الأول قبل نهايته. والبديل ياسين الديناري حارس الأمال بالنسبة لنجم المتلوي، والأمال لوليد الظاهري من أجل إدراك وتسجيل الهدف الثاني من ضربة مخالفة مباشرة. وليد الظاهري القائد أخصائي تنفيذ المخالفات وحوار سليم بلخواس مع مدافعي فريق نجم المتلوي ظهروا احترام الأمطار القانونية في انتظار التنفيذ. أسامة بن عيادة وعلاء الويل مع وليد الظاهري ننتظر تنفيذ. الظاهري وتضرب في الدفاع وضربة ركنية. بعد الركنية ممكن يزفر سليم بلخواس نهاية الفترة الأولى باعتبار أنه أضاف دقيقة واحدة ووقت ضاع، وهذه الإعادة تضرب في الدفاع والركنية لفريق مستقبل سليمان باش تكون المحاولة الأخيرة في هذا الشوط الأول. تضرب في القايم وفرصة لفريق مستقبل سليمان. تضرب الكرة في القايم وفي اللحظة هذه سليم بلخواس ينهي الفترة الأولى. راس بقية للمحليين لمستقبل سليمان. هذه الإعادة لكرة وليد الظاهري على القائم رغم المحاولة متاع ياسين الديناري بذكاء حاول المباغتة. واحدة بلاش لفريق مستقبل سليمان، واحدة بلاش عن طريق محمد علي بن حمودة دقيقة 26. هدف ممتاز جدا لمحمد علي بن حمودة. هذه الإعادة كرة من علي الويل وارتماء ولا أروع من هداف مستقبل سليمان رمزي محمد علي بن حمود. هدف ينهي به مستقبل سليمان الفترة الأولى متقدم طبعا في انتظار معطيات الشوط الثاني. هل ستتغير المعطيات؟ لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا على الوطنية الثانية لنعود مع انطلاق الشوط الثاني إن شاء الله.